لا ترضخ، لا تعش دور الضحية مهما كانت قصتك حقيقية، كأن تقول: لن أستطيع الذهاب إلى الجامعة لأنني لم أولد غنية، أو أن تقول: حصلوا على الوظيفة لأنهم أكثر جمالاً مني أو أكثر غناً مني، أو لأنهم من عائلة كبيرة أو درسوا في جامعات كبيرة أو يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، أو لأن عندهم وساطة متنفذة لا أمتلكها. وقد يكون كل ذلك صحيحاً، ولكن هذا النوع من التفكير خاطئ جداً. إلى متى ستعيش في ظل هذه الأعذار؟ متى ستتحمل مسؤولية نفسك وتمضي قدماً؟ قد حياتك، غير منظورك للحياة. عندما تجد نفسك أمام خيارين، اصنع خياراً ثالثاً. عندما يقابلك الآخرون بالرفض، اسأل لماذا؟ لا ترضخ، حتى وإن كانت الظروف ضدك، فهذا سبب لتعمل بجد واجتهاد أضعاف أضعاف غيرك، لنمحو كل فكرة سلبية تأتينا، ولنبدأ بتبديلها بفكرة إيجابية. إذا لم تكن تنتمي إلى عائلة كبيرة، فهذا الأمر يجب أن يكون محفزاً لك لتبني مشاريع مهمة في حياتك، كبيرة جداً، لتصبح أنت الإرث الذي ستتركه لأبنائك ليفخروا به وليعتزوا بعائلتهم من بعدك. إذا لم تأتي أو لم تكن تنتمي إلى عائلة غنية، فأعطي كل يوم بدون مقابل، أعطي حتى تشعر بأنك أغنى من غيرك. إذا لم تكن تملك وساطة، فلتكن أنت الواسطة للآخرين. أنت أمام خيارين: إما أن تلوم الدنيا وأن تعيش دور الضحية، وإما أن تكون أكثر الناس جداً واجتهاداً في عملك حتى تصبح أقوى من الظروف التي وجدت فيها. كلمات الأستاذ خالد الأحمد.